البداية ستكون من وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، لكن ليس من المباشر وجامعة الأفسي هذه المرة، لكن من مصنع أو مركب الحديد والصلب بمنطقة بلارة بولاية جيجل، والذي انطلق مرحلة الإنتاج الأولية، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسف أنه من المنتظر أن يحقق المركب اكتفاء ذاتيا في مادة الحديد الموجه للتسليح في مدة أقصاها سنة والتوجه نحو التصدير. أيمن عبد الرحيم رصد التالي. فيما يخص الحين، الهدف الأول هو تغطية السوق المحلية. الحين راحين نفوتوا من المرحلة نتاع الاستيراد إلى المرحلة نتاع يعني تغطية الاحتياجات كامل نتاع الوطن، وثالثا التصدير. فيه مشاريع كثيرة الحين راهي في الإنجاز، منا ربما السنتين راح منا السنة راح نغطي جميع الاحتياجات نتاع البلاد في الرون ابيتون يكون مغطي، وكذلك رانا نفكر في التصدير، وهذا المشروع وهذا المركب هو جاهز للتصدير. وفي ذات السياق أكد ذات المساعد أو أكد المدير المساعد للشركة الجزائرية القطرية للصلب سفيان شايب سيتي أن بلاده ستتبع نفس استراتيجية الجزائر للتوجه نحو التصدير. موضوع التصدير طبعا احنا نعتبر نفسنا شركة وطنية، حتى لو كانت شركة مختلطة راح نتبع استراتيجية البلد، استراتيجية الدولة بالتشاور مع طبعا وزارة الصناعة، ونشوف اذا كانت هذه يعني تخدم الاستراتيجية الوطنية ان احنا نصدر للخارج. راح نصدر للخارج طبعا في حالة انه يكون عند في اكتفاء ذاتي، في اكتفاء داخلي من منتج الحديد.